مع نهاية سنة 2022 هتلاقي الناس كلها بتشارك نجاحاتها على السوشيال ميديا، اللي طلع الأول على الدفعة، واللي حقق أهدافه المادية، واللي اتجوز، وانت لسه قاعد ما عملتش حاجة. فتحس كده اللحظات، هو مفيش حد فاشل غيري ولا ايه؟ فعشان كده عملت الفيديو ده، عشان اشارك معاك 7 حاجات فشلت ان انا اعملها في حياتي لعند دلوقتي، وحاولت كتير ولكن لحد اللحظة ما اتحققتش. فيلا بينا عشان نشارك فشلنا بأسرع وقت. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعين قناه دكتور هيرو، اهلا وسهلا بيكم في حلقه بشارك فيها الحاجات اللي انا فشلت ان انا اعملها لعند دلوقتي. ممكن يبقى فيديو مسلي بالنسبه لك، ممكن يكون مضحك، ممكن يكون ملهم، بان الناس عادي زي ما بتشارك نجاحاتها بتشارك فشلها. فخلينا نبدا مع 7 حاجات فشلت ان انا اعملهم، ولكن قبل ما نبدا في الحاجات دي ما تنساش انك تدعمنا بلايك وبشير وبكومنت، ولو مش مشترك اشترك لان ده فعلا بيساعد ان احنا ننتشر ونكمل على القناه. ويلا بينا. اول حاجه فشلت ان انا اعملها كان على المستوى الدراسي. انا ما جبتش امتياز ولا في سنه من سنين الكليه. لو انت في اي كليه تانية غير طب فهتشوف ان ده طبيعي وعادي، ولكن لو انت في كليه طبيه فهتبقى عارف ان اكتر من ثلث الدفعه بيجيب امتياز ولو لمرة واحدة في الكلية، ولكن العبد لله ما عملهاش ولا مرة. خليني اشرح لك ليه ممكن تستفيد من الاسباب بتاعتي. في اول 2 أو 3 سنين في الكلية كنت ماشي في الكلية ببذل اقصى مجهود عندي عشان اجيب امتياز، ولكن برضه فشلت، وده بسبب ان ما كانش في حد فوق دماغي بيوجهني للصح. كنت ماشي بذاكر بذاكر وبحفظ وخلاص، ما كانش حد بيقول لي مين الدكتور اللي بيشرح كويس ومين لا، الامتحانات بتيجي منين او ايه مصادر المذاكره الكويسه، ما كانش في حد بيقول لي ان الكورس ده حلو خده وده وحش ابعد عنه. اكتشفت بعد كده ان انت لو عندك حد بيوجهك اكبر منك بسنه ده افضل كتير جدا من انك تبذل مجهود في الفاضي. طيب وماذا عن ال3 سنين اللي في الاخر؟ ليه برضه ما جبتش فيهم امتياز؟ في اخر 3 سنين لما فهمت الليله كنت بدأت أشتغل وأولوياتي تختلف، بدأ يكون في عندي مجال جانبي غير مجال الطب، وده خلاني أركز معاه شوية عشان أحقق استقلالية مادية شوية. ساعتها بدأ يكون مزاجي أحلى وبقيت أبقى مبسوط أكتر في حياتي وحاسس إن أنا بعمل إنجازات على الجانب الآخر غير الدراسي، فقلت عادي جدا أنا أحافظ على نفس التقدير اللي هو جيد جدا مقابل إن أنا أشتغل ويبقى عندي فلوس. ففي آخر سنين الكلية كنت بذاكر بمجهود أقل بكتير من أول سنين الكلية وبجيب نفس التقدير، واتخرجت من الكليه بتقدير جيد جدا وانا مبسوط بيه وفرحان ومش عايز اكتر من كده. ولكن انصحك طبعا بانك تركز في الكليه ويبقى ليك تقدير عشان تعرف تختار التخصص اللي انت عايزه بعد ما تتخرج. ولكن انا كانس ما كنتش عايز ده، بعد ما اشتغلت اكتشفت ان الدنيا مش فارقه يعني، واتخرجت بالتقدير بتاعي ومبسوط بيه، ولو رجع بيا الزمن مره تانية هعمل نفس اللي انا عملته بالظبط، يعني مش هاجي على اخر سنين الكليه وافهم الليله واقول ان انا هجيب امتياز، لا كنت هكمل شغلي زي ما انا. ولكن لما دخلت الكليه كان عندي حلم ان انا اجيب امتياز ولو لسنه واحده وفشلت، فعادي انك تكون ما جبتش امتياز لعند دلوقتي، عملتها قبلك. تاني حاجه فشلت ان انا اعملها وهو ان انا اتعلم برمجه. في الوقت الحالي كل الناس على السوشيال ميديا بتتكلم على المبرمجين وانك لازم تتعلم برمجه وان دي شغلانه المستقبل. حاولت بكل الطرق اللي اقدر عليها، وكمان بدات السلسله على اليوتيوب عشان اتشجع ان انا اعملها. بدات السلسله دي بان انا اتعلم مهاره كل يوم، وتعلمت مهاره الرسم ونزلت فيديو وقلت ان المهاره الجايه هي مهاره البرمجه، ولكن قلت لكم بان يوم واحد صعب ان انا اتعلم فيه حتى ولو تركايه في البرمجه، فقلت لكم ان انا ممكن اخد اسبوع اسبوعين شهر شهرين عشان اتعلم لغه واحده. للاسف فشلت برضو ان انا اتعلم اي لغه من لغات البرمجه حتى بعد ما جربت اكتر من شهر. بدات في تعلم لغه HTML، وممكن يبقى كان اختيار غير موفق، او ممكن المصادر اللي اعتمدت عليها ما كانتش كويسه، ولكن اكتشفت ان الشغلانه دي مش بتاعتي وما احبش ان انا اتعلمها كمان. لما بدات افشل ان انا اتعلم برمجه رحت اشوف فيديوهات بتقول لي وانا فشلت ليه، فلقيت بان البرمجه زيها زي شغلانه النجاره او الحداده، ممكن تحبها وممكن لا. انا راجل بحب الالوان وبحب الحاجات المتحركه زي الفيديو او زي التصاميم، ما حبيتش البرمجه فقلت خلاص دي مش مكاني ودي مش سكتي، ومن ساعتها وسلسله تعلم المهارات وقفت على القناه. فمش شرط انك تحب البرمجه، لو انت جربت وما حبيتهاش فعادي ممكن ما يبقاش ده مجالك، وطبق ده على كل المهن اللي ممكن تجربها. ممكن شغلانه اليوتيوب ما تحبهاش، ممكن شغلانه الطب ما تحبهاش برضه، مش كل حاجه الناس بتقول عليها انها كويسه ممكن تبقى نافعه ليك. وقبل ما نروح لتالت حاجه، لو ادتني 30 ثانيه عشان اكلمك عن سبونسر النهارده هبقى شاكر ليك جدا. سبونسر النهارده هو موقع وتطبيق الكوبون، موقع بيجمع لك كل الخصومات اللي موجوده على كل المتاجر اللي في الوطن العربي، بيجيب لك الخصم جاهز لحد عندك بنسبه قد تصل الى 50 او 70% على بعض المتاجر. كل اللي بقى عليك تعمله هو انك تاخد الكود بتاع الخصم وتروح تعمل له ابلاي او تطبيق في الحته اللي بتشتري منها، وطبعا هتاخد خصم على الحاجه اللي كنت هتشتريها. فهو تطبيق وموقع بيوفر عليك فلوسك. هسيب لك رابط تحميل في صندوق الوصف، حمل التطبيق عشان لو حبيت تشتري حاجه في اي وقت تلاقي خصومات عليه. وخلينا نرجع للفيديو بتاعنا مره ثانيه. ثالث حاجه فشلت ان انا اتعلمها او فشلت فيها وهي ماده الرياضه او الرياضيات. من اول يوم ليا في المدرسه وما كنتش بحب ماده الرياضيات، رغم ان انا كنت بجيب فيها درجات كويسه بس ما كنتش بحبها، ولو كانوا خيروني دي كانت اول ماده هحذفها من المنهج بتاعي. انا عارف اهميه ماده الرياضيات وقد ايه هي مهمه في حياتنا، ولكن ما كانت
كانتش مناسبه ليا وكنت بذاكرها عشان اجيب درجات وبس. ما كنتش فاهم هو ليه انا ممكن اتعلم الدوال او الساين والكوساين وبعد كده هبقى دكتور، ومن ساعه ما خلصت تانيه ثانوي وانا ما اعرفش حاجه عن الرياضيات ولا عايز اعرف. ولو بالنسبه لمذاكره العيال فالقسمه المطوله ان شاء الله المدام تبقى تشرحها لهم. رابع حاجه فشلت ان انا اعملها، فشلت ان انا اسافر اوروبا حتى ولو لاسبوع واحد رغم المحاولات الكتير اللي انا عملتها. وانا في فتره الدراسه كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اسافر اوروبا حتى ولو لاسبوع واحد. طبعا كلنا بيبقى حلمنا ان احنا نروح في حته كويسه حتى لو هنتعلم لو هنتفسح ايا كان بقى هدفك ايه، وحاولت اعمل ده. وفعلا جالي دعوه لمده اسبوع كامله المصاريف، هروح كده اهو بشنطتي واسافر، هم هيدفعوا كل حاجه لعند ما ارجع. الصراحه كنت متحمس جدا وعملت جدول للرحله، وحتى في وقتها كان في ماتش لبرشلونه مع فريق تاني مش فاكر مين، وكنت فعلا هحجز التذكره بتاعته عشان احضر الماتش ده في اثناء زيارتي. ولكن للاسف كل الخطط فشلت وزعلت ساعتها جدا جدا جدا. وطبعا مش عايز اقول لك هو السفريه باظت ليه، طبعا عشان الباسبور بتاعي او جواز السفر ضعيف، وانتم عارفين بان الاوروبيين بيخافوا مننا في الشرق الاوسط او في الوطن العربي بان احنا لو سافرنا هنهرب هناك. فطبعا خدت رفض على الفيزا وما عرفتش اسافر. وهنا عايز اقول نصيحه للشباب انك ممكن تستعد للسفر لاوروبا من حيث اللغه والفلوس وكل حاجه هناك وفرصه العمل او الدراسه، وفي الاخر الفيزا بتاعتك تترفض من غير اي مقدمات. فخليك مهيئ لده وخليك تبقى عامل الاحتمالات بان ممكن تترفض اي سبب او من غير سبب، عشان بس ما تزعلش. لان انا في وقتها زعلت جدا بان الفيزا بتاعتي اترفضت رغم ان الرحله كانت كامله المصاريف على الجامعه اللي انا رايحها. انا حاسس ان انا اتضايقت تاني لما ذكرت الموضوع مره تانيه، ما علينا. ولكن بحاول تاني وتالت ورابع وعند دلوقتي ما زهقتش، وهعمل بروفايل حلو اقدر اخد عليه موافقه على فيزا الشنجن وان شاء الله اسافر حتى لو لاسبوع. خامس حاجه فشلت ان انا اعملها هو ان انا فشلت ان انا احفظ القران الكريم. وهنا انا مش حد مبررات ولكن هحكي لكم القصه. من وانا عندي 4 سنين او 5 سنين تقريبا بدات ان انا احفظ قران مع الشيخ بتاعي او مع المكتب او ايا كان هتسميه ايه، وفضلت بحفظ كده مع سنين المدرسه لعند ما حفظت تقريبا 12 جزء من القران. وبعد كده بدانا نتشغل مع المدرسه اكتر ومع الدراسه اكتر، وطبعا اهالينا كانوا بيركزوا اكتر على التعليم، لعند ما الموضوع بدا يقل 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 لعند ما وقفت تماما. وكل شويه بتحمس وبرجع بحفظ تاني يوم في اتنين في ثلاثه وبزهق. والتوقف بتاعي كل مره بيبقى لسببين. اول سبب هو ان الموضوع مش حاطه في اولوياتي، وده غلط كبير جدا. احنا طول الوقت مسحولين في الحاجات الماديه وفي الشغل وفي الدراسه وبننسى موضوع حفظ القران. فحتى لو حطيناه اولويه هتلاقيك لما تتسحل شويه بتقوم ايه منزل الموضوع للاولويه الثالثه او الرابعه وبعد كده بتنساه. فالكلام ليا ولاي حد بيقابل المشكله دي، احنا محتاجين نقرا اكتر عن اهميه حفظ القران، فبالتالي الاولويه بتاعته تطلع لفوق ومهما اتسحلنا واتشغلنا نعرف نلاقي له وقت. انا حد الحمد لله بقرا كل يوم بس قراءه مش حفظ، وبما اني ملتزم بالقراءه بس الحفظ لا، خلينا نروح للسبب التاني. السبب التاني هو ان مفيش حد مشرف فوق دماغي بيسالني على التاسك او المهمه بتاعتي في الحفظ. وانا شايف ان حتى لو كبرنا في السن فاحنا محتاجين ان حد يبقى فوقنا وحد يسالنا كل يوم انت حفظت النهارده ولا لسه. ففي الفتره الحاليه بحاول ان انا ارجع ويبقى في حد فوق دماغي بيحاول ان هو يحفظني او يدور ورايا هل انا حفظت ولا لا. فلو عندكم نصايح في حفظ القران الكريم اكتبوا لنا في الكومنتس ممكن نساعد بعض، او ازاي التزمتوا لعند ما رجعتوا تحفظوا تاني. سادس حاجه فشلت ان انا اعملها ان انا فشلت ان انا اتعلم لغه ثالثه. اللغه الاصليه هي اللغه العربيه والحمد لله بعرف اكتب لغة عربية فصيحة كويسة، واللغة التانية هي اللغة الإنجليزية، والحمد لله برضو بعرف أفهم وأكتب وأتكلم إنجليش كويس إلى حد ما، ولكن لما جربت أتعلم فرنسي وألماني وأسباني فشلت في الثلاث لغات دول. أكتر لغة كملت معاها كانت الألماني، كان لمدة سنة أو أكتر، وبعد كده فرنسي وبعد كده أسباني، والتوقف حصل لأكتر من سبب. أول حاجة بإن ما كانش في سبب واضح لتعلم اللغة، يعني هل أنت هتسافر الدولة مثلا اللي بتتكلم اللغة دي؟ لا. هل انت مثلا هتشتغل باللغه دي؟ لا برضه. فما فيش اسباب واضحه ليه انا بتعلم لغه، كان مجرد كده ايه هوجه كده وحماس عندي ان انا عايز اتعلم، فيلا بينا. الحماس ده ينطفي نرجع تاني لنفس السايكل. فلازم تكتبوا بالورقه والقلم كده انتوا ليه عايزين تتعلموا اللغه دي، عشان كل ما تحسوا ان انتوا هبطتوا كده وما عادش عندكم طاقه ترجعوا تفتكروا تاني هو انتوا بتتعلموا ليه. لازم تبقى اهداف التعلم واضحه عشان كل ما تطلع عن الطريق ترجع تاني، كل ما تطلع عن الطريق ترجع تاني لعند ما توصل لهدفك. والسبب الثاني ان ما كانش في ستادي بارتنر او ما كانش في شريك للمذاكره معايا بيحمسني وبيشجعني. حاول على قد ما تقدر لو بتتعلم لغه تشوف ناس زيك بتتعلم في اللغه دي، لان اللغه ما هي الا ممارسه، فهتمارسوا مع بعض اللغه دي وهتشجعوا بعض، وكل ما تحس ان هو مستواه تفوق عنك تجتهد اكتر وتروح له، وهو كذلك برضه كل ما يحس ان انت فرقت عنه شويه برضه هيذاكر ويروح لك. وغير ان انتوا هتشجعوا بعض هيبقى في بينكم محادثه بتتكلموا اللغه دي، فلو بتتعلموا فرنساوي مثلا هتلاقي في بينكم محادثه بتتكلموا فيها فرنساوي بس، وشايف ان الطريقه دي ناجحه جدا، فاكتب اهدافك وخلي ليك ستادي بارتنر او شريك تتعلموا مع بعض. وسابع حاجه فشلت ان انا اعملها هو ان انا فشلت ان انا اتخلص من علاقات مؤذيه كتير في حياتي،
او ما يعرف بالتوكسيك ريليشن شيب، اما في الشغل او في الدراسه او في العيله، اما بسبب الاحراج او بسبب الذكريات المشتركه او بسبب ان انا عندي امل ان هم يبقوا كويسين بعد كده. انت طبعا مستغرب دلوقتي ان انا مجالي الطب النفسي، فاكيد انا عارف الطرق اللي ممكن اتخلص بيها من علاقات مؤذيه، انا حاسس بيك، بس عادي جدا ان طبيب الصدر يكون بيشرب سجاير. ولكن الاهم من ده ان احنا بنحاول نقرب من الناس كويسه، وبنحاول ان احنا ننصح الناس الوحشه او المؤذيه، ولو قدرنا نبعد فبنبعد، ليه لا؟ ولو ما قدرناش فبندعي لهم ان ربنا يصلحهم ويهديهم ويصلحنا ويهدينا برضو. مش مهم ان احنا فشلنا ونجحنا، المهم ان احنا لسه بنحاول لعند دلوقتي، لان الحياه من غير محاوله بتبقى ممله جدا. وبس يا سيدي، دي الحاجات اللي انا فشلت ان انا اعملها. عندي سؤال ليكوا وعايز اجابتكوا في التعليقات، ايه الحاجات اللي فشلتوا ان انتوا تعملوها ولسه بتحاولوا تاني وتالت ورابع؟ ولعند هنا تكون الحلقه خلصت، اتمنى تكون عجبتكوا واستفدتوا منها. ما تنسوش تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولعند ما قابلكوا تاني لو احتجتوا حاجه ما تقولوش لخبازي.